بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء الله keren kan muratalnya. Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034408 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081-296-082830. Yuk bantu kita dalam menyebar kebaikan insya Allah. والسماء رفعها ووضع الميزان.